دي الحته اللي كنت بقول لك عليها الصبح. طيب اغير بس شوف الماتش كام كام. لا معلش يا مدحت احنا اغلبيه وعايزين نتفرج على الفيلم. اهي هي دي الحته يا مدام اللي بقول لك عليها. ها هيروح يقتل الراجل ابو شعر ابيض اللي قتل مراته في اول الفيلم. ها ركزي. هتنام يا حبيبي. طب يا حبيبي يلا تصبح على خير. وانت كمان تصبح على خير. ايه الحضن النص كم ده؟ هات حضن عدل. بابي 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 يا نظام وحشتني يا ابني وحشتني قوي قوي يا نظام وحشتني يا حبيبي وحشتني يا حبيبي وحشتني قوي قوي وحشتني قوي قوي. انت كمان وحشتني يا بابا وحشتني وحشتني يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي وحشتني 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 قوي والله يا حبيبي يا ابني. اسف نكمل المسلسل فيلم قصدي. انا مش عارف انا ايه اللي حصل لي يا مدحت. الواد نظام وحشني قوي نفسي اكلمه في التليفون بس عارف ان المكالمه دي ممكن تخليه يعي اكتر. طب ما انت ممكن تطمن عليه من غير ما اشوفك. ازاي يا مدحت؟ نروح له مدرسه. صح بس نظام ايه اللي هيوديه مدرسه بالليل يا مدحت؟ يما يما بكره يا باشا. بكره تسير بيه؟ بكره. اه بكره بكره صح. طب يلا نام 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 عشان نروح لبكره المدرسه. نام يا حبيبي. ما لقيتش يعني غير المنطقه دي الجبنه فيها؟ لازم حته محدش يشوفنا فيها. انت عارف لو حد شاف اللي احنا بنعمله ده وصوره هتبقى فضيحه بجلاجل للرجل العنابي. واحنا مش ناقصين كفايه فضيحه البنطلون بتاعتك. يا دي ام البنطلون ما تنسى بقى دكتور. اخرس يا بنودي. جاهز؟ طيب الرجل العنابي هيخش وانت وراه على طول. سلام. خش استعنى عشان بالله. عنابي. ايوه العنابي يا بتنجان يا اسود. انت عنابي. ايه الحلاوه دي يا بت؟ ده انا وربنا العبي سايل. براحتك يا سوبر السوابير. بقول لك يا بت المنطقه دي مقطوعه وانا اغتصبك هنا. احلف. طب يلا اقلع بسرعه قبل ما حد يجي. ايه ده؟ وانت مش فارقلك؟ لا اقلع انت النصب وانا هقلع لك خالص. يا زباله يا بنتي. في ايه يا عنابي؟ انا لا مؤاخذه بس انا صورت يعني اختي لا مؤاخذه مكانك يعني. اختك؟ ايه الفصلان ده؟ لا بقول لك ايه؟ اقلع العفيتة دي بسرعه ويلا انجز. ايوه بس انت لازم تعرفي ان بعد ما اغتصبك واخد منك اللي انا عاوزه انا هقتلك يا فادي. ايه؟ ليه؟ هقتلك. اصل انا سادي بعد ما اقتلك همسك بجثتك وبعدها هرميكي من فوق الجبل. لا لا انا عايزه اروح. تعالي بس لا لا يا خبير. انا عنابي انا. يا نهار ازرق الراجل الابنودي. انت ما حرمتش يا سامحني يا ريس وربنا اخر مره. ما تخافش جرينا خريق يالا. ما تبقيش تقف لوحدك تاني في حتت مقطوعه. المره دي انا انقذتك. المره الجايه يا عالم. حاضر بس بقول لك ايه؟ هو انت ازاي ضربت الرجل العنيد؟ ايه؟ ما هي على السوبر دي كده باكلها. يلا بينا. الف حمد لله على سلامتك يا بهجوكتي. الف حمد لله على السلامه على المتحدث الاعلامي للحزب. يا حرام انت بعد كده مش هتعرف تبقى متحدث هتشاور بس وتبقى المشاور الاعلامي للحزب كده. يا شلمي وادي اللي كنت عاوز اتجوزك واشتتك كنت هخليك برنشيشه. اخشى عليك يا شلمي. انت مجنون عايز اتجوزك انت يا جربوع. يلا 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 ارجع على بلدكم. يلا ارجع تاني للجلابيه بتاعتك. ماشي يا شلمي مشينا نرد لك القلم قلمين والشحشع عين.
مشيرك. يلا يا ابني عشان متأخرش على القطر بتاعك. يلا كده. طب مش مشافر ده وحشني قوي يا مدحت. بص يا حبيبي شكله خاسس ازاي. خاسس خاسس يا فندم؟ ده خدوده اهي بسم الله ما شاء الله هتفرقع. لا لا يا مدحت تعبان. بص يا حبيبي هيروح يقعد لوحده خالص هناك. بص قلت لك هيطلع السندوتشات دلوقتي وياكل لوحده برضه. بقى دي تاني كيسه يا فندم. معلش كل يا نزار. الوقت صعبان عليا يا مدحت. ان شاء الله هيبقى كويس يا فندم. بس اهدى. حاسس ان انا السبب في كل اللي بيحصل له ده. ضميري مأنبني جدا يا مدحت. بس ما كانش فيها داعي يعني تفتري كل اللي افترى ده على عنابي يا كابتن. كابتن اولا اسم الابنودي، ثانيا انا حذرت العنابي ده 100 مره قبل كده، كان لازم ارنه العلقه دي عشان يعرف ان بنات الناس مش لعبه عنده. بس انت ما باينش عليك كل القوه دي خالص. انا قصد ما يبانش قوته اصلا يا انسه فايزه. فاتن فاتن. وبعدين الراجل مننا لو افترى بتبقى دي بدايه النهايه. انت متجوز؟ لا لا. وبعدين بدور على بنت الحلال اللي تقدر راجل عنده قدرات خارقه زي. طب ما تبصيلي رقم تليفونك كده في السريع وتقعدي تعرفين رنات بقى. ها انا مغير تليفوني 35 مره لغايه دلوقتي بسبب موضوع البنات ده. ادهولي انت بس وانا مش هقرفك كتير. طب مش قدام السواق الغيط ده ليه؟ يعني هيحفظ رقم التليفون وكل شويه يقول لي تعالى عايزك في خناقه، تعالى عايزك في خناقه. وبعدين انا جدول خناقات الاسبوع ده متقفل. ماشي على جنب يا اسطى اذا تكرمت. خد يا اسطى. تمام كده. كده يا كابتن 60 جنيه؟ ايوه على عد المشوار. هو كده ومش هدفع غير كده. كده ماشي. ايه يا اسطى؟ انت بقى عمال تلفف لي الكره الارضيه والصحراء الغربيه وتلفف لي الدنيا وجاي تديني 60 جنيه؟ في يا اسطى ما ببص الخطه. خطتي انت عمال تمعر وتفشر وضربت العنابي ضربت العنابي. ايوه ضرب العنابي ولو ما اتلمتش هضربك انت كمان. بس يا بنت فانت ما تبعتك اضربها بلودي. اهمل انت بقى دلوقتي. انا اسف يا اسطى. عايز كام؟ انا كده عايز 100 جنيه. انا يا مسؤول ان انت عايز 100 جنيه. خد يا عم ادي 110 معاك. متشكرين قوي يا اسطى. ضرب العنابي قال ما ضربتوش فيه. غلبان ضرب العنابي قال. السلام عليكم يا اسطى. غلبان ولابس دبله في ايده الشمال يعني مخلف هنيتم العيال عشان 40 جنيه. حنين يا ابنتي. يلا عشان نجهز بسرعه. جاهزين يا باشا. من حلاوه اكلك اللي بتعمله في البرنامج اموت واكل اكله من ايدك. لا روح موت احسن. عناية يا باشا. صريح بيه صريح بيه. ايه اللي انا سمعته عن بهجت ده؟ حرام ده صعبان عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا اختي. بصراحه كده انا مش عارف ليه خدتني الجلاله وانا على الهوا ورفضته. الله يومين ثلاثه بالكتير وارجعه. غلبان الوقت قوي. بس اكيد مش هترجعه للمتحدث الرسمي الاعلامي.